مشاهدي قناة عمان الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الثقافة في أسبوع، والتي نقدمها لكم من استراحة الشيخ سالم بن مبارك الشنفري. ونستهل حلقتنا باستعراض أبرز الملفات الثقافية المحلية والعربية والعالمية. تتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي. السلطنة تحتفي بمرور 5 سنوات على إدراج العازي في منظمة اليونسكو. اختيار مدينة وجدة المغربية عاصمة للثقافة العربية لعام 2018. مقهى الشابندر الثقافي بالعراق تجاوز 100 عام. فنان تركي يستوحي في رسوماته المشاهد الطبيعية والأثرية في مدينته. نصب إبهام ضخم من البرونز للنحات الشهير سيزار أمام متحف بوميدو الفرنسي. توجت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية الفائزين بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي 2017 في نسختها 5 على مستوى الأفراد والجمعيات والمؤسسات. فصار مثل سحاب الغيث. جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي هذا العام تنافست عليها 66 مشروعاً، وقد توجت بتكريم الفائزين بها على مستوى الأفراد والجمعيات والمؤسسات تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع. العمل التطوعي ليس بجديد على المجتمع العماني، لأن مجتمعنا ولله الحمد يمشي على خطى ونهج مولانا جلالة السلطان المعظم، فهو جلالته من الأشخاص الذين يشار لهم بالبنان في مجال المسؤولية الاجتماعية وفي مجال أعمال الخير، إذ أن يده البيضاء امتدت ليس فقط للشعب العماني وإنما لشعوب كثيرة في دول كثيرة، في سواء كان في منطقتنا أو في دول العالم. الجائزة في نسختها 5 تنوعت مجالاتها بين التعليمي والتربوي والمعاقين وتقنية المعلومات والرياضي والصحي والثقافي، إلى جانب الاجتماعي والإعلامي والمرأة ورعاية المسنين، إضافة للتوعوي والاقتصادي والتدريبي والبيئي. أبيع وجبات أعدها في البيت، وهذه الوجبات عائداتها تروح لدعم مشاريع مدارس القرآن. أنا فاتحة 12 مدرسة في المناطق الجبلية النائية للنساء التي لم تحظى بتعليم القرآن في السابق، يعني الحريم كبار وهذا، ومخصصت لهم ناس يعلموهم قرآن وكل شيء وهذا وأمور الدين، وأعطيهم رواتب هلك البنات ويعلمنهم. وبعدين استحدثت في هذه السنة الماضية من سنتين إن أعلم الأطفال الصغار ما دون سن المدرسة. وضمن فعاليات دورة هذه الجائزة عقدت ندوة وطنية بعنوان تطوير آليات العمل التطوعي من أجل التنمية المستدامة بمشاركة مؤسسات مهنية وجمعيات أهلية وباحثين وأكاديميين ومهتمين بهذا القطاع. هناك بون واسع بين الأرقام والإحصائيات الرسمية وكذلك بين النسبة اللي ظهرت من خلال استقصاء المركز الوطني لإحصاء المعلومات. النسب الإحصائيات تبين أن المؤشر قليل جدا، ولكن المؤشرات توضح أن نسبة العمانيين الذين يقوم بممارسة عمل تطوعي أو كذلك من يقوم بالتبرع لأعمال تطوعية هي عالية جدا. فكان أبرز توصية لهذه الورقة هو العمل على نقل الإحصائيات إلى وقائع. نخدم الأطفال 500 طفل معاق على مستوى السلطنة في مختلف المناطق،
عندنا 10 مراكز في السلطنة، وقاعدين نشغل 150 موظفة من معلمات ومن إداريات، وهاي كمان يدخل مصدر دخل ليهم. وقاعدين ندرب أطفالنا المعاقين في التدريب المهني والحرفي والزراعي، وهاي بيكون ليهم مصدر دخل في المستقبل إن شاء الله. للمساهمة في التنمية المستدامة، جهة معينة مثل الحكومة غير قادرة على إعطاء النتيجة المطلوبة، فلا بد من التكافل والتعاون، وهذا في الواقع دور الجمعيات. واستعرضت الندوة إنجازات العمل التطوعي في السلطنة، وتدارست واقعه ووقفت على تحدياته، مستشرفة مستقبل المبادرات الإنسانية بتجارب ناجحة لجعلها نمط حياة للأفراد وثقافة أصيلة للمجتمعات. احتفلت السلطنة بمرور 5 سنوات على نجاحها في إدراج العازي بقائمة اليونسكو الدولية للتراث الإنساني غير المادي في 5 ديسمبر الجاري، وكشفت أحدث الأبحاث التاريخية عن وجود قصيدة عمانية في هذا الفن تعود إلى أكثر من 150 سنة. الحمد لله المعين فرد ولا قبله بدا خالق عباده أجمعين والرزق من كف مدد صبيان أكبر الشام. بالنخوة والمروءة يعلو من السلطنة صوت العازي، وترد عليه الجموع بالاستجابة تلبية للنداء. وسود بحر طم، وسود مشهورين، وسود مخبورين، وسود رجال قابوس، وسود أهل الناموس. فن حماسي تربى على سماعه العمانيون، بالسيف والترس تغنوا به دون إيقاعات موسيقية، وبالشعر تألقوا معه فخرا بتاريخهم التليد واعتزازا بمنجزاتهم الحضارية. الحمد لله الكريم رب تنزه من الصفات يا رافع العرش العظيم من بعد 70 عاليات. فن عريق جدا عماني أصلا وفصلا، وقد يستطرب البعض هذا الفن ويؤديه، ولكن ليس له الحق بأن ينسبه إلا لجذوره. شخصيا عندي قصائد لشعراء عمانيين عمرها أكثر من 150 سنة. منظمة اليونسكو اعترفت بعراقة هذا الفن العماني الأصيل منذ القدم، والسلطنة نجحت بجهودها في الحفاظ عليه بإدراجه على القائمة الدولية للتراث الإنساني غير المادي. غرس العزائم والرشاد ملؤوا الدنا فخرا وشاد، في عهده نلنا المراد تحت الصروح المنجزات. ما ممكن تأدي وانت واقف، يتأدى على حركة سواء في دائرة أو مربع أو في مستطيل، انتقل من مكان إلى آخر، والمؤدي العازي يكون في المقدمة يحمل السيف بيمنى والترس في يساره، ويتبع مجموعة التي ترد عليه بكلمة أسلمت أو العز بالله يدوم أو الملك لله يدوم أو العز بالله يواب وهكذا. واليوم يحظى فن العازي باهتمام عالمي واسع، وما زال يأخذ مكانة كبيرة في المجتمع العماني، حيث يصدح في كل بقعة من عمان، فهنا تجتمع الثقافات لتؤكد عمق الفنون التقليدية، وأصداء العازي تتردد في المناسبات الوطنية والاجتماعية باعثة أجواء المجد بالوطن والعزة بالقائد. ومسلمين تبر أسود، وانتو أسود أسود يا أولاد العم، أسود بحر طم، أسود ثاني العم، أسود جبل صم، أسود المشهوري، أسود المنصوري، أسود أهل الناموس، أسود رجال قابوس، أسود صف ما يبوس، أسود والعلي منجوس، أسود أهل الضيف، أسود أهل السيف، أسود أهل الحرب، أسود بطعن وضرب، أسود أهل الطماع، أسود أهل الوطن، أسود أهل الوطن وأنا ناموس. ويبقى هذا الفن أينما كان رمزا للثقافة العمانية، يعكس هوية المكان وانتماء الإنسان،
مرتبطاً بقيم الوطنية والولاء والفخر في لوحة استعراضية تبرز تلاحم الماضي بالحاضر وتطلعات الأجيال نحو المستقبل. بلدنا ما نحيد عنه ولا نخشى الحديد، هذا الوطن غالي ومجيد، في ظل قائدنا الشهم والملك لله يدوم. هواب والتاترا خيرك يزيد، قابوس يا ابن سعيد وصنعت من الماضي جديد، وخليت شعبك في نعم والملك لله يدوم. نجحت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة في تسجيل المخطوط العماني معدن الأسرار في علم البحار في برنامج سجل ذاكرة العالم بمنظمة اليونسكو من خلال فريق العمل الوطني لسجل ذاكرة العالم. مخطوطة معدن الأسرار في علم البحار بعد أن غاصت في ذاكرة الماضي موثقة مسارات رحلات البحارة العمانيين والموانئ التي أرست فيها سفنهم، كاشفة أسرار حركة الرياح وعوامل الطقس والمعاملة التجارية التي أجراها أحفاد الملاح العماني أحمد بن ماجد، أرخت أسرارها في سجل ذاكرة العالم بمنظمة اليونسكو ليكون التسجيل الأول من نوعه للسلطنة. المخطوط الذي أصدرته وزارة التراث والثقافة في كتاب عام 1994 يعود لمؤلفه النوخذة ناصر بن علي الخضوري الذي ولد عام 1870 في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وامتد به العمر حتى عام 1962، وكان قبطاناً ممارساً للإبحار ومشهوراً على مستوى دول الخليج العربي والهند والسند والملبار وشرقي أفريقيا وجزر القمر وجزر السيشيل والعراق، وله صيت واسع لدى الكثير من ربابنة البحر. معدن الأسرار في علم البحار يشكل أهمية كبرى للدارسين في مجال السياسة والاقتصاد العالمي ورحلات القبائل عبر البلدان، وخاصة في تلك الحقبة الزمنية قبل عصر النهضة في السلطنة، حيث أدلت المخطوطة على علاقات وثيقة برابطة البحر بين كثير من الدول، ويؤكد ذلك وجود قبائل بلد في بلد آخر ووجود آثار وعادات وثقافات معروفة في بلد لدى بلدان أخرى. معدن الأسرار في علم البحار أبرز المؤلفات التي تتناول قواعد العلوم البحرية في فترة تأليفه، ويكشف الكثير من أسرار البحر كما عرفها ربابنة البحر ورواده من العمانيين. شاركت السلطنة الأمة الإسلامية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وفي هذه الذكرى العطرة أقيم احتفال تضمن نشيد وقصائد شعرية في المدائح النبوية. النور من مكة المكرمة ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة، وحين كان ظلام الجاهلية يسود جزيرة العرب، أشرق نور الرسالة في وقت فاصل بتاريخ البشرية هو المولد النبوي، ومعه بدأت الدنيا تروي فصولا جديدة للأمة جمعاء يحملها المصطفى برسالة صادقة رحمة للعالمين. ولقد أثبت محمد صلى الله عليه وسلم أن قوة الخلق هي التي تجعل الرجل العظيم ثابتاً في مركز تاريخه، لا متقلقلاً في تواريخ الناس، محدوداً بعظائم شخصيته الخالدة لا بمصالح شخصه الفاني، ناظراً في الحياة إلى الوضع الثابت للحقيقة لا إلى الوضع المتغير للمنفعة. وتعود لنا هذه الذكرى بخيط الذاكرة إلى النواة الأولى لبداية عصر الإسلام والبعثة المحمدية، فجاءت برسالة وقادة تحمل النور والسلام لتبدأ الأمة بأسرها ملحمة جديدة عنوانها الإسلام، وهو دين الله في أرضه يقود لواءها المصطفى عليه الصلاة والسلام. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي،
عيشي ولا وجودي، ولا ترنمت في صلاتي، ولا ركوعي ولا سجودي. الاحتفال بالمولد النبوي يجدد في الأمة قوة تماسكها وانتمائها، ويعزز دور الإسلام برسالته الهادفة إلى الاعتصام بالله والتآخي والاتحاد، بل هو موعد لاستذكار صفات ومناقب أشرف الخلق وأكرم البرية، وذكر مدائحه شعرا وإنشادا عليه الصلاة والسلام. منك عودي، عودي علينا بكل خير، بالمصطفى طيب الجدود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. بهدف تفعيل الحراك الثقافي والأدبي، وتزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني 47 المجيد، أقامت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء فرع محافظة ظفار أمسية شعرية. هكذا تمازجت الفنون العمانية المغنى بمسرح جامعة ظفار فرحا ب47 المجيد. حيث تنوعت بين القصائد العربية والمهرية والشحرية التي تصب في التمجد بعجلة النماء والتعمير التي شهدتها السلطنة في ظل القيادة الحكيمة. حاولنا نعمل مزيج بين الموروث الفني الريفي والبدوي، وأيضا الكلمة النبطية الشعرية. نسعى بقدر المستطاع التواصل مع المجتمع في أكثر من موقع. أيضا ندعو كل الشباب وكل المهتمين المثقفين والأدباء في محافظة ظفار الانتساب إلى هذه الجمعية، لأن هذه الجمعية منهم وإليهم. الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بمحافظة ظفار جمعت هذه الكوكبة من الشعراء الذين قدموا هذه الفنون. نحن أيضا نحاول أن ننشط الحراك الثقافي ونعمل على نشر الثقافة والأدب، تسليط الضوء على الحراك الثقافي في محافظة ظفار، وأيضا خلق حضور قادر على أن يحضر أو يحب هذه الفنون المختلفة. حراك ثقافي تسعى إليه الجمعية لتفعيل دورها الثقافي والأدبي في كافة ولايات المحافظة. أمسية هي مثلت الطابع الثقافي والتراثي لهذه المحافظة، وهذا التجانس الثقافي والتجانس الفني من المهرية إلى النانا إلى دبرارت إلى طنية إلى المهرية هو فعل ثقافي ظفاري موروث ومتأصل في هذا الجيل. وانت كحارس ساهر الليل ما بات، عينك على باب المدايا رقيبة. بمشاركة واسعة لعدد من النحاتين العمانيين، نظم معرض فني لمجموعة من الأعمال الفنية المشاركة بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها الخامسة للعام الحالي. قدرة عالية من الدقة والحرفية في المنحوتات وإعادة تدوير لبعضها، ومهارة فائقة باستخدام الخامات العمانية المميزة، مجموعة فنية شارك بها عدد من النحاتين لأول مرة في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها الخامسة للعام 2017. كثير من الأعمال حسب ما شرح لنا أصحابها لأول مرة يشتركوا في مثل هذه المسابقة، وأن تظهر أعمالهم بهذه الدقة وبهذه الجودة، مستخدمين خامات عمانية وبارزين بعض الرسائل التي تنم عن المبادئ التي تؤمن بها عمان كرسائل السلام والمحبة والتعايش. ارتأينا يعني أنه لابد مع وصول هذه المشاركات إلى هذا العدد والأعمال المميزة والجميلة والراقية جدا، أن لابد أن يكون لها معرض لكي نعرف الجمهور العماني على ما وصل إليه فن النحت في بلادنا.
رسائل من قيم السلام والتعايش والتي تؤمن بها عمان حملتها القطع النحتية المعروضة، وسبقت هذه الأعمال ورشة تدريبية بمرسم الشباب التابع لوزارة التراث والثقافة عن جماليات فن النحت بمشاركة من المهتمين. وتستمر جهود جريدة الرؤية في هذه الجائزة السنوية والتي تخدم بها المجتمع وتسهم في إطلاق طاقات الشباب وتوجيهها نحو المسارات الصحيحة. حاولت أن أستفيد من الخامات الغير مستفاد منها وإعادة تدويرها بهدف الخروج بعمل يعني فني يمكن أن نضعه مثلا في المنزل أو خارج مبنى حديث. أول مرة أشتغل على مادة الرزنت، فالحمد لله يعني اشتغلت فيه على سنة وأنا أشتغل فيه وانتظر كيف ينشف كيف الأشياء والنتائج اللي تصير فيه. تنافس 57 مشاركا بمنحوتات مختلفة ومبتكرة، وذلك في مقر الجمعية العمانية بالقرم. إبراز المعالم الوطنية في محافظة البريمي كان من أبرز الأهداف التي رسمها القائمون على تنظيم معرض العيد الوطني 47 المجيد بمحافظة البريمي. المعرض لم يقتصر على مشاركات المصورين، بل إنه فتح المجال لطلاب المدارس للمشاركة في مجال الفن التشكيلي. وللمصور طريقته ومنهجه في التعبير عن حبه لوطنه وقائده المفدى. 32 صورة فوتوغرافية علقت على جدران الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بالبريمي، اختزلت بين براويزها معالم وطنية متنوعة أبدع في اقتناصها مصورون عمانيون من داخل المحافظة وخارجها. يأتي هذا المعرض تزامنا مع احتفالنا بالعيد الوطني 47 المجيد، وأغلب الأعمال المشاركة في هذا المعرض لها دلالة وارتباط مباشر بفرحتنا بيومنا الوطني وهذا اليوم المبارك. أغلب الأعمال المعروضة نجحت وبطريقة مختصرة جدا في التعبير عن فرحة الأطفال بالعيد الوطني 47 المجيد، فتنوعت الوجوه وتعددت الأماكن. تزامن ويا أفراح العيد الوطني، فحبيت أميز الأطفال في يعني الطفلة في الصورة بحيث أبين إن هي فرحتها مع ملابسها مع الحصن الخندق في البريمي، فطلعها بصورة مميزة. العادات والتقاليد العمانية الأصيلة والفنون الشعبية وتفاصيل الحياة الجميلة في الصحراء لفتت الأنظار ونالت من الإعجاب الشيء الكثير. اليوم نشارك في احتفالات السلطنة بمعرض فوتوغرافي نبرز فيه جمال السلطنة وفرحة الناس بهذا المناسبة الوطنية، وأنا بدور مقدم كم عمل من خلال أظهر جماليات السلطنة وهي الصحراء والجمال والطبيعة الخلابة المختلفة في كل منطقة من مناطق السلطنة. المعرض فتح المجال لطلاب المدارس بالمشاركة بأعمالهم من الفن التشكيلي، فكان حضورهم ملفتا ومميزا يؤكد ذلك هذا المشهد الوطني الجميل المتمثل في علم السلطنة. العمل الفني ده بنفذه تلاميذ مدرسة الطلائع، حاولت ان هم يظهروا الموهبة الفنية عشان هم عندهم مواهب كبيرة جدا في الفن التشكيلي، فكل طالب في استخدم الالوان والرسم بطريقته الخاصة، وكل طالب اخذ حجارة ورسم عليها باسلوبه دون تدخل من اي احد، بتعبر عن فرحته بالعيد الوطني. نحن نحب عمان ونحب قابوس. اقيم بولاية مرباط حفل فني ساهر ضم مجموعة من الفنانين من داخل الولاية وخارجها احتفاء بالعيد الوطني المجيد. بك يا شعب من السماء ترى ما صداه للوطن وقع آخر في كلمات وألحان الفنانين على آذان المستمعين، هكذا صدحت هذه الكوكبة بأصواتها العذبة مستميلة القلوب المتعطشة والمليئة بحب الوطن في ظل ما تحقق على أرض عمان من رخاء ونماء
في ظل القيادة الحكيمة لرجل السلام حفظه الله ورعاه. هذه الأمسية تأتي في ظل هذه الأيام المجيدة، النوفمبرية والبلد كلها تحتفل بالعيد الوطني 47 المجيد، فهي ليلة ثقافية فنية تعبر وتجسد حب المواطن العماني لبلده وقائده، وفي مرباط الأصيلة مرباط الفن والتراث والثقافة، ألا شك أن الليلة يكون لها طعم آخر ويكون لها ذوق آخر. هذه الليلة مرباطية بامتياز، فمرباط حقيقة يعني نحن من المدينة العريقة التي نكترز منها ونأخذ منها دائما الموروث، وبالتأكيد التنوع اللي حصلته ولاحظته هو تنوع شبابي كذلك شعري جميل من مختلف الأطراف، شيء اللي أثرى هذه الحفلة. 47 المجيد فرح لا تزال كل ولاية من ولايات السلطنة تحتفل به، هذه المرة على ضفاف بحر العرب بولاية مرباط والتي أبت إلا أن تتمازج هذه الأنغام العمانية مع الماضي على كنف حسن مرباط وعلى نسمات البحر العليلة. ولاية مرباط اليوم مثلها مثل باقي ولايات السلطنة كلها تقيم هذه الليلة الوطنية، ليلة في حب الوطن، ليعبر أبناء هذه الولاية عن حبهم وتقديرهم واعتزازهم ببني هذه النهضة مولانا حفظه الله ورعاه، وتجديد الولاء والعهد، وكذلك أيضا اختتام مناشط وفعاليات مهرجان مرباط الأول. تقاس معالم الحضارات بمدى تطورها العمراني المستلهم من هوية المجتمعات التي تنشأ بها ومدى قدرة الحضارة على تنظيم المجتمع وتوظيفه في إنتاج الثقافة والتنمية البشرية. نافورة الأقواس التي تتوسط موقعا حيويا قرب دار الأوبرا السلطانية لتكون بذلك إضافة فنية وواجهة جمالية في محافظة مسقط. نافورة الأقواس تتوسط العاصمة مسقط لتضفي للمكان جمالا فوق الجمال. فكرة تصميم النافورة التي تجاور في موقعها دار الأوبرا السلطانية مسقط مستوحاة من شكل الأقواس السائد في الدار، فبطرازها الرفيع تمثل معلما حضاريا بارزا، تنسب منها خطوط الماء شفافة ناصعة تعكس شفافية وجماليات الفن بتشكيلاتها الوترية. في المساء تتناغم حركة المياه داخل النافورة مع هيكلها المقوس في تراتبية مريحة لعين الزائر، فالإضاءة المبرمجة لتواقيت الغروب والشروق صممت بشكل أنيق يجسد انعكاسات جاذبة للمناظر المجاورة للنافورة لتضيء بألوان علم السلطنة. منظر الأقواس وانسيابية المياه المجهزة بتقنية ترشيد استهلاك المياه والطاقة وهندسة الحديقة، مشاهد متجانسة ذات إطلالة بهية ترسم لوحة اكتملت أبعادها الفنية باكتمال نافورة الأقواس. تعتبر النزل التراثية إحدى أشكال الاستثمار السياحي التي تتيح للزائر فرصة مشاهدة الحياة في الحارات العمانية القديمة بكامل تفاصيلها. التقرير التالي مشاهدينا يروي لنا تجربة في هذا المجال من مسفات العبريين بولاية الحمراء. أحمد العبري من مسفات العبريين بولاية الحمراء، راودته الفكرة منذ 15 عاما وهو على مقاعد الدراسة الجامعية عندما كان يدرس تخصص التراث والسياحة، فتحققت آماله بتحويل البيوت القديمة إلى نزل تراثية للسياح. الهدف كان نفس الشيء، الحفاظ على البيوت الأثرية، وخصوصا أن الأهالي بدأوا يتركوا القرى الأثرية أو القرى التاريخية ويبنوا بيوت في مواقع أخرى. التجربة كانت جيدة، عانت بعض من الصعوبة كونها أنها التجربة الأولى في السلطنة، ولكن ولله الحمد تجربة ناجحة.
نجاح التجربة التي تعد الأولى من نوعها في السلطنة يقاس بإقبال الزوار، وهذا ما تحقق اليوم بعد مضي نحو 10 سنوات على بدء المشروع الذي يحوي 13 غرفة وسط طبيعة خلابة. الإقبال عليها جيد أو ممتاز. في عندنا ضيوف يجونا تقريبا في الشهر مرة أو في كل أسبوعين يجونا، خصوصا من الأجانب اللي هم في ساكنين في أو قاطنين عمان أو قاطنين الخليج. أصبح صداها معروف على مستوى السلطنة، على مستوى الخليج، ولله الحمد يمكن على مستوى كثير من دول العالم. السياح من داخل السلطنة وخارجها يستمتعون كثيرا بتجربة مكنتهم من الاندماج في أجواء البيئة العمانية والتراث الأصيل. هذه أول زيارة لي للمسفى، وفكرة النزل التراثية فكرة طيبة تثر السياحة وتجسد التراث العماني. هذا النوع من البيوت يقدم تجربة سياحية ذات خصوصية عمانية تجسد عبق التاريخ وبساطة العيش وثقافة المجتمع. إنه مكان مميز جدا، وأنا محظوظ لأني قد وجدت هذا النزل في قرية المسفاة، والقرية هادئة جدا والأهالي ودودون، وكذلك الغرف تقليدية ومريحة والطعام جميل. الأسرة رائعة، وأيضا أنا أحب النوافذ لأنها تغلق بشكل جميل، وأنا أحب هذه القرية والمشي في ممراتها المتعرجة، وهذا المنزل يعطيك انطباع عن الأماكن القديمة الجميلة. ولأن التجربة أثبتت نجاحها بامتياز وحققت قيمة اقتصادية وثقافية، فإن القادم سيكون أوسع وأشمل. أسسنا شركة أهلية بالتعاون مع أهالي القرية، هدفها أن تهتم بالقرية التراثية أو قرية المسفى وتحويلها إلى مشروع سياحي متكامل. هي الفكرة إذن، وهو الطموح الذي يمتزج مع الإرادة والتخطيط السليم فيتحقق النجاح. قامت حياة للمياه بإنشاء مختبرها المركزي ليكون مختبراً متخصصاً في مراقبة جودة العينات السائلة والعينات المرتبطة بها. المختبر المركزي لحياة للمياه بدأ في تقديم خدمات التحليل الكيميائي والبيولوجي لعينات المياه والعينات المرتبطة بها للمؤسسات الحكومية والشركات والأفراد بمواصفات جودة عالمية معتمدة. حياة للمياه عمان، أكثر اضطراراً وصحة. عزيزي المشاهد، ننتقل من ملف الثقافة المحلية إلى ملف الثقافة العربية، ونستهل أولى محطاته من المغرب، حيث اختيرت مدينة وجدة المغربية عاصمة للثقافة العربية لعام 2018. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الدائمة للثقافة العربية في الدار البيضاء، واتخذت اللجنة التي ضمت ممثلين عن أكثر من 16 دولة عربية قرارها بالإجماع على إثر انتهاء أعمال ملتقى صياغة رؤى عربية للعمل الثقافي العربي. وتعد اللجنة الدائمة جهازا تنظيميا يتولى إعداد وثائق مؤتمرات وزراء الثقافة بالعالم العربي وتنسيق عمل إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. لا يزال المثقفون يترددون على مقهى الشبندر الثقافي الذي يعود تأسيسه إلى عام 1917، ويتوسط قلب شارع المتنبي بالعاصمة العراقية بغداد. إنه شارع المتنبي الشهير في وسط بغداد، المعروف بكونه قبلة المثقفين في العاصمة العراقية، والذي يتحول كل يوم جمعة إلى كرنفال للكتب. هذه السوق الثقافية صمدت رغم النزاعات والأوضاع المعيشية الصعبة. علي يبيع الكتب هنا منذ سنوات. نحن هسه شنو لين تراث يعتبر، فاكو جمهور له، لكن مو ذاك المبيعات ولا ذاك الاقبال القوي على الكتاب، لكن اذا قارنا باقي الاسواق لا هو يعتبر ناجح. ويحتضن الشارع ايضا مقهى الشبندر الذي مر قرن على افتتاحه، والذي يقصده زوار من مختلف المشارب للدردشه وارتشاف الشاي او مطالعه الصحف. والمقهى بحسب زبائنه جزء لا يتجزأ من الهويه الثقافيه للعاصمه العراقيه. كنت اتي الى هذه المقهى قبل ان تصبح الى منتدى،
فهذه المكة عمرها أصبح أكثر من 100 سنة وعام واحد، وبذلك أصبحت منتدى وملتقى للمثقفين ومدرسة حقيقة، هذه مدرسة لتلم جميع المثقفين على اختلاف أعمارهم وشهاداتهم ومراكزهم الثقافية والأكاديمية. عند ضفة نهر دجلة ينتصب أحد أقدم أبراج الساعات في العالم، هذا الموقع العثماني المرمم حديثا المعروف بالقشلة بات ملتقا شعبيا للشعراء. هدفي انه اوصل انه لا زال العراق بخير وبي مواهب وبي ناس مثقفين وناس موسيقيين، مهما جارت الحروب علينا ومهما تكالب الزمان علينا احنا يبقى صوتنا ما ينخفض نهائيا. واكب شارع المتنبي الثورات المفصلية في العراق والغزو الامريكي وصولا الى اجتياح تنظيم الدولة الاسلامية للبلاد، لكنه بقي بحسب رواده معلما تراثيا ومنتدا أدبيا لمختلف الأجيال. تحت شعار مدننا التاريخية مصلة من الاندثار، انطلقت فعاليات النسخة 7 من مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت الموريتانية. المهرجان الذي ينطلق كل سنة بالتناوب بين المدن الموريتانية يهدف إلى الحفاظ على المدن التاريخية التي كانت مهددة بالخروج من لائحة التراث العالمي، وذلك يرجع لعدم توافر الشروط المتبعة من قبل منظمة اليونسكو. قدم أطفال سوريون نازحون عرضا مسرحيا بعنوان إلى المسرح بتنظيم تجمع أوتار الفني، حيث شهد العرض جمهورا كبيرا استمتع بإبداع الأطفال وذلك بدار أوبرا دمشق في سوريا. نحو 200 طفل سوري من النازحين أحيوا احتفالية نظمها تجمع أوتار الفني بعنوان إلى المسرح في دار أوبرا دمشق. وبعد 6 أشهر من التجارب والاستعدادات أبدع الأطفال في جوقة غنائية بالاحتفال الذي نظمه التجمع غير الحكومي الذي يعمل على مساعدة الأطفال من ذوي الإعاقة والنازحين. المشروع يسعى لتحسين الظروف النفسية للأطفال الذين يعيشون في مراكز إيواء في أنحاء سوريا عن طريق الموسيقى وأنواع أخرى من الفنون، كما يهدف للفت الأنظار إلى هؤلاء الأطفال وزيادة ثقتهم بأنفسهم بعدما شردتهم الحرب، كما يقول أمير قرجولي المدير التنفيذي للمشروع. نحن ككبار نفسيتنا تأزت بهاي الحرب الصعبة اللي مرقت على البلد، فشو بالك الأطفال اللي ما بيعرفوا شيء بالحياة اللي هن خلقوا بمركز الإيواء، فكتير في صعوبات حقيقة، لكن تأثير الموسيقى والفنون بشكل عام عليهم عم يكون قوي، مثل ما شفت يعني الثقة بالنفس عم تزيد عندهم، التقرب من بعض هن عم يصيروا يعني اجتماعيا حتى عم بيتحسنوا بهذا الموضوع. ويستهدف المشروع 3500 طفل شردوا من جميع المدن السورية، ويجري إيواؤهم في 24 ملجأ للنازحين في دمشق وضواحيها. في حين قال سمو الشمار وهو مدرب للموسيقى والغناء في المشروع إن منظميه واجهوا الكثير من الصعوبات التي كان أهمها كسب ثقة الأطفال ليتفاعلوا معهم. حتى نحن في مراكز جديدة إنه يكسبوا ثقتنا مثل ما نحن بدنا نكسب ثقتهم لحتى يقدروا يتفاعلوا معنا، وهذا الشيء اللي نحن قدرنا نوصل له يعني تقريبا بعد 2 أو 3 أسابيع اللي تعودوا علينا وأخذوا وش وتأكدوا إنه نحن كل أسبوع جايين لعندهم وما بنتركهم. العرض المسرحي شهده جمهور كبير، ويأمل منظموه أن يقدم في كل المدن السورية ودول أخرى. أسدل الستار على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يحمل في دورته 39 اسم الفنانة المصرية شادية التي توفيت الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 86 عاما. وفاز فيلم المتطفل للمخرج الإيطالي ليوناردو دي بجائزة الهرم الذهبي للمهرجان التي تنافس عليها 16 فيلما من عدة دول عالمية. وقد تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يعد أول مهرجان سينمائي دولي يعقد بالعالم العربي عام 1976. بعد توقفه منذ عام 2003 أعلن مهرجان أيام القرطاج المسرحية عن اختياره 11 عملا مسرحيا للتنافس على جوائز الدورة 19.
واختارت اللجنة عددا من المسرحيات من دول عربية وهي مصر والأردن والمغرب والعراق وسوريا والجزائر وتونس، إضافة إلى ثلاثة عروض من ساحل العاج وبوركينا فاسو ومالي. يذكر أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية تأسس عام 1983 وكان يقام كل عامين بالتبادل مع أيام قرطاج السينمائية قبل أن يصبح موعدا سنويا. من الملف العربي ننتقل بكم أعزائي المشاهدين إلى ملف الثقافة العالمية، ونبدأ أولى محطات هذا الملف من تركيا، حيث استوحى فنان تركي في رسوماته المشاهد الطبيعية والأثرية في مدينته. من المشاهد الطبيعية والأثرية الجميلة في مدينته إسطنبول يستوحي الفنان التركي حسن كالي رسوماته، إلا أن المميز في أعماله هو اختياره لأجسام منمنمة متناهية الصغر ترسم عليها ريشته ما يريد. الفنان الذي أطلق عليه في تركيا اسم مايكرو أنجلو في تلاعب بالألفاظ ما بين مايكرو أي متناهي الصغر وأنجلو الذي يشار به إلى الرسام الإيطالي مايكل أنجلو، يستفيد من أي شيء ليرسم عليه مشهدا من مدينته، بدءا من أشواك السمك وحبات العدس وأغطية الزجاجات وحتى بذور التين. كالي قال إن الأمر يتطلب منه قدرات غير عادية، فمع أنه لا يجيد شيئا في السباحة حسب قوله إلا أنه يستطيع حبس أنفاسه لفترات طويلة جدا، لأنه يحتاج لذلك وهو يرسم هذه الرسمات متناهية الصغر ليحافظ على تركيز عينه على ما يرسمه. وأضاف أنه ولكونه لا يستخدم عدسات مكبرة فإنه يحتاج لأن ينكفئ بشكل أكبر على رسمه، وهو ما يلحق ضررا بعضلات ظهره ومفاصل أصابعه، إلا أنه استدرك قائلا إن إنهاء كل عمل فني منمنم كهذا يشعر المرء بسعادة غامرة، مضيفا أن المشكلة الوحيدة في هذه الأعمال هي أنك لا تستطيع تعليقها على الجدار أو النظر إليها وأنت تحتسي فنجان قهوتك. ويحتفل كالي حاليا بعامه 22 من احترافه هذا الفن، قائلا إنه قدم رسوماته حتى الآن على 350 جسما مختلفا، إلا أن أكبر تحدي يواجهه في استخدام الأطعمة كألواح للرسم هو أن تلك الأجسام متناهية الصغر قد لا تبقى دائما على حالتها لفترة طويلة. ويخطط كالي لافتتاح أول متحف في العالم للرسومات المنمنمة يعرض فيه هذه المجموعة الفريدة من أعماله. أمام متحف جورج بومبيدو للفن الحديث في باريس نصبت منحوتة عملاقة لإبهام من البرونز للفنان الفرنسي سيزار بالداكيني الذي اشتهر باسم سيزار. أمام متحف جورج بومبيدو للفن الحديث في باريس نصبت منحوتة عملاقة لإبهام من البرونز للفنان الفرنسي سيزار بالداكيني الذي اشتهر باسم سيزار قبيل إقامة معرض للنحات الراحل. والمنحوتة التي تحمل اسم الإبهام نسخة من إبهام الفنان الشهير، ويبلغ ارتفاعها 20 متراً ووزنها 6 أطنان. وهذه هي ثاني منحوتة لإبهام للفنان سيزار في شوارع باريس، إذ توجد الثانية في منطقة لا ديفنس المالية بالعاصمة الفرنسية. وستظل المنحوتة خارج المتحف خلال معرض لأعمال سيزار، بينما يحيي متحف بومبيدو الذكرى 20 لوفاة الفنان. وارتبط سيزار بحركة الواقعية الجديدة في الستينيات، واشتهر بتحويل المواد المتصلة بالمجتمع الصناعي إلى أعمال فنية، وتخصص في السيارات المسحوقة والمنحوتات المبالغ في حجمها. قضى فنان بلجيكي 19 يوماً مقيداً إلى كتلة رخامية وهو يعمل على تكسيرها للتخلص من قيده في مشهد فني لاستكشاف حالة الوحدة والغربة في حياة الفنانين وتأثير تاريخ الفن على الحاضر. 19 يوماً قضاها على هذه الحال،
قبل أن يجري تحرير هذا الفنان البلجيكي مايكس بوب من قيد يربطه بهذه الكتلة الرخامية الضخمة. فلفترة تجاوزت الأسبوعين عاش بوب داخل هذه القاعة بمبنى محكمة أوستندا، يأكل فيها ويقضي حاجته وينام ويغتسل ويرسم، كل ذلك وقدمه موثقة بسلسلة إلى هذه الكتلة الرخامية التي قضى تلك الفترة وهو يعمل على تكسيرها للتخلص من قيده. المشهد لم يكن سوى عمل فني يكرسه بوب لاستكشاف حالة الوحدة والغربة في حياة الفنانين وتأثير تاريخ الفن على الحاضر. إلا أن بوب اضطر في النهاية لتلقي المساعدة للتخلص من ذلك القيد، وقال إنه لم يعتبر عدم قدرته على تحرير نفسه بنفسه من ذلك القيد فشلا. كانت تلك الكتلة ترمز لتاريخ الفن الذي أحاول تحرير نفسي منه، إلا أنني وجدت ذلك ليس ممكنا. فتاريخ الفن عبء يجب أن يحمله الفنان دائما على كاهله، وهو ما ترمز له هذه الكتلة الرخامية. وبغض النظر عن هذا العرض، حاولت أن أبحث عن معاني الأمل واليأس من خلال العواطف والشعر وأن أنقل ذلك لجمهوري. هذا العرض الفني كان جزءا من معرض أكبر في مدينة أوستندا يبحث أفكار الوحدة والعزلة في الفن، وتستمر إقامته حتى أبريل نيسان المقبل. افتتحت في أستراليا أكبر بطارية ليثيوم أيون بالعالم، وهي نوع من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها ولها تفاعل كيميائي مميز يؤثر في سرعة أدائها ومدى سلامتها. شغلت أستراليا أكبر بطارية ليثيوم أيون في العالم بعد أن انتهت شركة تسلا من بنائها بهدف تعزيز شبكة الكهرباء المتداعية في جنوب البلاد قبل فصل الصيف. البطارية التي تسع قدرتها 129 ميجاوات في الساعة بنتها تسلا في 100 يوم فقط، لتفي الشركة بتعهد مؤسسها إيلون ماسك بالانتهاء من بناء البطارية في هذه الفترة القصيرة، وإلا ستكون بالمجان. وقال جي ويذر رئيس وزراء ولاية جنوب أستراليا إن البطارية ستنهي مشكلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في أكثر الولايات الأسترالية اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة. كان ماسك قد عرض على الولاية المساعدة بعد أن عانت من سلسلة من انقطاعات الكهرباء على مدى الشهور 18 الماضية في أعقاب توسعها في الاعتماد على طاقة الرياح بوتيرة أسرع بكثير من بقية البلاد. ولم تكشف الولاية عن المبلغ الذي ستدفعه لتسلا بعد أن تمكنت الشركة من الالتزام بالموعد النهائي لبناء البطارية. في العاصمة اليابانية طوكيو، وضمن فعاليات مؤتمر شخصيات القصص المصورة كوميك كون، قدم مجموعة من محبي أفلام ستار وورز أو حرب النجوم عروضا على خشبة المسرح جسدوا فيها شخصياتهم المفضلة تعبيرا عن حبهم لها. عروض على خشبة المسرح قدمتها مجموعة من محبي أفلام ستار وورز أو حرب النجوم في اليابان يجسدون فيها شخصياتهم المفضلة من السلسلة تعبيرا عن حبهم لها. العرض أقيم ضمن فعاليات ثاني مؤتمر لشخصيات القصص المصورة كوميك كون يقام في طوكيو، وضم 13 مشاركا ارتدوا أزياء من تصميمهم لشخصيات تشتهر بها السلسلة مثل دارث فيدر وراي وبوبا فيت الذي جسد شخصيته ماساهارو تودا ذو 21 عاما. بالنسبة لي تعد حرب النجوم بمثابة الروح في حياتي، فقد نشأت على مشاهدة السلسلة ولا زلت أشاهدها وسأشاهدها ما حييت. ويبدأ عرض أحدث أجزاء سلسلة ستار وورز هذا الشهر في دور السينما اليابانية. أما ساكورا كاوامورا والتي ارتدت زيا يشبه شخصية إلسا فقالت إن حرب النجوم قدم لها الكثير بعد أن أصبحت واحدة من متابعيه، حيث كونت صداقات عديدة من بينهم صديقها الحميم. وبدأ المؤتمر يوم الجمعة ويستمر لثلاثة أيام تنتهي اليوم الأحد. ورغم أنه يعرف عن اليابان كونها مخزنا ثريا لشخصيات الكرتون والقصص المصورة، إلا أن ارتفاع الطلب في البلاد مؤخرا على الكتب المصورة الأمريكية وقصص هوليوود مهد الطريق لأن يأخذ حدث كهذا وضعه في اليابان.
شهدت دار كريستيز للمزادات بعماسة كبيرة وردية اللون مقابل مبلغ يعادل 32 مليون دولار، لتصبح بذلك هذه الماسة أغلى قطعة مجوهرات تبيعها دار كريستيز في مزاد لها بهونغ كونغ. شهدت دار كريستيز للمزادات بيع ماسة كبيرة وردية اللون مقابل مبلغ يعادل 32 مليون دولار، لتصبح بذلك هذه الماسة أغلى قطعة مجوهرات تبيعها دار كريستيز في مزاد لها في هونغ كونغ. ورغم ذلك لم تتمكن الماسة التي تعرف باسم بينك بروميس من تحطيم الثمن القياسي العالمي للقيراط الواحد بين مثيلاتها من الماسات الوردية. الماسة بيضاوية الشكل التي يقارب وزنها 15 قيراطا بيعت لجامع مقتنيات لم يفصح عن اسمه، وكانت هي القطعة الرئيسية بين قطع أخرى تعرضها دار كريستيز لخريف هذا العام. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج الثقافة في أسبوع، والتي قدمناها لكم من استراحة الشيخ سالم بن مبارككم في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.